كما كتشوفوا اليوم عندنا وقفة احتجاجية أولية تنديدا بالأسلوب كما كنقولوا أقل ما يقال عليه بأنه غير أخلاقي، أسلوب ينم على الحقد، على واحد الحقد للطبقة العاملة عموما والشغيلة الصحية خصوصا. هذا الفعل اللي كان هو كما كيقولوا تمزيق ديال الملصقات ديال فاتح ماي ديال احدى التنظيمات النقابيه اللي هي السي دي تي. للاسف الشديد هذا المدير ديال هذا المستشفى قام بتمزيق ديال هذه الملصقات اللي كانت معلقه في الصبوره الالكترونيه ومعلقه في لوبيتال، ينم على انه كيكن واحد الحقد للطبقه العامله عموما والشغيله الصحيه وكما كيقولوا كيهاجم العمل النقابي. ونحن نعتبر الحريات النقابية خط أحمر لا يمكن المساس به، لأن نضلوا عليه الأجيال وأجيال وأجيال، خصوصا في الطبقة العاملة عموما، لأن كاين اللي دخل الحبس على هذه الحريات النقابية، كاين اللي مات، كاين اللي تعتقل، يعني مجموعة الأمور اللي الناس ناضلت عليها. ما يمكنش نجيو حنا حتى 2023 ونتساهلوا مع هذه الأساليب المبتذلة اللي قام بها هذا السيد المدير. كما قلت هذه خطوة أولية، هذه وقفة احتجاجية أولية كيشاركوا فيها مجموعة ديال الغيورين، مجموعة ديال الحقوقيين، جميع التنظيمات النقابية ينددون ويستنكرون هذا الأسلوب اللي قام به السيد المدير. هذا من جهة، ومن المنبر ديالكم نطالب كما كيقولوا المسؤولين الجهويين على قطاع الصحة باش الإرسال ديال اللجنة التقصي ولجنة البحث في هذه القضية هذا، وحتى المسؤولين المركزيين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باش تاخذ الإجراءات اللازمة في حق هذا المدير هذا. كما قلت هذه معركة أولية وستستمر إن شاء الله إلا حين تحقيق المطالب المشروعة وتحصين الحريات النقابية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.